صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم ملكي رقم 17 لسنة 2016 بتعديل وزاري وجاء في مادته الأولى ما يلي يعين سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزيرا لشؤون مجلسي الشورى والنواب ويحتفظ بأقدميته السابقة في مجلس الوزراء كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أنه يعين سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزيرا لشؤون الإعلام، وجاء في المادة الثالثة أنه على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.